محمود قولي فكرة مشروعك واشتغلت ازاي عليها. ارت فريم، احنا عملنا البرنامج اسمه رسمه وحكايه، بنشتغل فيه مع الاطفال من سن 8 ل 16 سنه. بنشتغل معاهم على الرسوم المتحركه والمسرح، ازاي ان هم يعملوا فيلم كرتون وازاي ان هم يعملوا عرض مسرح كمان. احنا بنشتغل في الرسوم المتحركه بخاصيه اسمها ستوب موشن، مش بنشتغل معاهم جرافيك. احنا بخاصيه بسيطه جدا نقدر نعلمها للاطفال وهم يقدروا ينتجوا ده. الفكره كمان ان احنا مش بس ان احنا بنعلمهم ده عشان يطلعوا حاجات فنيه، لكن الاثر المجتمعي اللي احنا بنعملوه معاهم هو ده اللي كان الاهم، وهو ده اللي اتعلمناه في مدرسه ابتكار خانة، ان احنا ازاي ان هم يبقوا واثقين في نفسهم، ازاي ان هم يقدروا ياخدوا قرار، ازاي ان هم يفكروا تفكير ابداعي، ازاي ان هم يتخيلوا، ازاي ان هم يرتجلوا على المسرح، وان هم يقدموا عرض ويبقوا واثقين في نفسهم ان هم يظهروا قدام الناس. فهي دي الاثر، ده هو اللي احنا بنقدر ان احنا نعملوه من خلال الانشطه اللي احنا بنعملها دي، سواء من رسوم متحركه او المسرح. طيب انت ايه المشاكل اللي قابلتك وانت بتشتغل في المشروع؟ يعني هو في الاول انا كنت فاكر ان مشكله التسويق، انا مش عارف اوصل ده للناس ازاي او اوصل للاطفال ازاي. يعني هي دي كنت فاكر ان دي مشكلتي، لكن مع مؤسسات المجتمع المدني انا كنت قدمت ده مع مؤسسات كتير، بس انا ما كنتش فاهم ليه الناس مش راضيه تشترك معايا. فلما دخلت مدرسه ابتكار خانة ففهمت ان انا مش عندي مشكله في التسويق، انا عندي مشكله في ان انا مش عارف اصيغ الفكره بشكل كويس، ان احتياج الناس مش عارفهم فين. فلما عملت بحث عرفت ان في نسبه كتير من الاطفال، بنسبه 41% من الاطفال بيستخدموا الانترنت واستخدام الالعاب الفيديو جيم استخدام غير امن، واحنا شفنا مخاطر كتير للاستخدام الفيديو جيم كمان والالعاب الالكترونيه، وبيتعرضوا لمشاكل نفسيه ومشاكل انتحار ومشاكل كتير. يعني مع ابتكار خانة قدرت ان انا اوصل واعمل بحث وفي ان انا اشوف المشكله فين، وهي دي المشكله اللي احنا بنشتغل عليها. وقلنا للناس احنا مش هنقدر نبعد الاطفال عن استخدام الانترنت والالعاب، بس احنا نقدر نوفر ليهم بدائل افضل احنا نتفرج كمان عليها ونستمتع بيها كمان. يعني لما الاطفال يعملوا فيلم كرتون بشكل فني اكيد احنا هنستمتع عليه. مثال على ده هيبقوا مشدودين اعتقد ويستجيبوا. طبعا طبعا. يعني احنا كمان بنشتغل لهم المدارس، بتوصلوا لهم ازاي؟ احنا بنوصل لهم عن طريق مؤسسات المجتمع المدني الموجوده حوالينا احنا بنعمل شراكات معاهم كشركه، بنعمل شراكات مع جمعيات اهليه عندنا او نقابات اهليه. وبنقدر ان احنا نوصل ليهم في القرى. يعني انتوا قد ايه في الشركه دي؟ احنا حاليا خمسه شباب.